السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله بدي أعملكم هريسة سهلة كتير. أول إشي نحط 3 بيضات، بعدين نحط معلقة فانيليا، ونلخهم، بعدين بنحط سكر، كاسة سكر، كاسة زيت، 4 بيضات، كاسة سكر، كاسة زيت، مع معلقة فانيلا، بنضلنا نحرك فيهم حتى يتجانسوا مع بعض، بعدين بنحط كاسة سميد وكاسة طحين. نحط عليهم كاسة لبن، نحط كاسة لبن، ونحركهم بدي أحط معلقة بيكنج باودر، معلقة كبيرة، بنحرك. دائما بحب احط البيكنج بودر بالاخر عشان يضل مفعوله. موجود. بدي طبعا بكون انا محمية الفرن ومدهنة الصينية، نضفة زيت وطحين، نسكبها هيك. برش على وجهها كاسة جوز هند، وهيك بدنا نحطها بالفرن وفرجيكم اياها ان شاء الله. بس اطلعها هيك، طلعت الهريسة من الفرن، بدي احط عليها القطر، القطر كمان انا عملت لكم اياه بفيديو. هيك بتكون خلصت الهريسة، وصحتين وعافية.